مصلحتنا ومصلحة البلاد ما بيخلوش على تونس نقيده في الانتخابات. مصلحة البلاد لازم نقيده في الانتخابات. وإن شاء الله الناس كل تمشي تقيد وتنتخب. باش نوصلوا صوتنا باش بعد الناس كل ما ندموش لازم نقيده في الانتخابات. أنا قايدت 2011 وقايدت 2014، ما زلت حاير شكون باش ننتخب، ما أهم حاجة اللي قايدته وما زال عندي الوقت نختار في عقلي. قايدته ولا؟ فيش؟ انتخابات. كيفاش؟ في عام بالتليفون تو نجمة 195 نجمة. إيه؟ نمر بطاقة تعريف. نجمة مركز الاقتراع ديت. مصلحتنا ومصلحة البلاد. نقايده في الانتخابات.